كواليس شخصية، اعترافات وأخبار تسمعينها للمرة الأولى عن الموسيقي غي مانوكيان. في لقاء مع ياسمينة اكتشفنا من خلاله الكثير عن أحد أبرز الموسيقيين الشباب في العالم العربي، يسامح بسرعة ومع الطبخ العلاقة صفر. بالحديث عن الوقت، لو عاد به الزمن إلى الوراء لاختار احتساء فنجان قهوة مع والده وتعامل مع الأسطورة جون لينون. يجد أن الموسيقى الشعبية هي الخالدة دوما. في فندق سان جورج في بيروت التقت ياسمينة غي مانوكيان الذي قدم أكثر من 20 مهرجانا في صيف 2023، كاشفا الكثير عن مشاريعه المستقبلية وعن موعد حفلاته في المملكة العربية السعودية. بتصور هذه رح تبقى معي لمدى الحياة. صيف 2023 أكيد يعني كان من أهم صيفيات بحياتي من الناحية الفنية. اللحظات اللي مش رح أنساها، كل مهرجان، كل وجه شفته، كل شخص إجا على حفلتي، بتصور هولي هن الدقايق العالمي اللي كنت عم بقدر شوف وجههم وقت الحفلات وشوف قد ايه كانوا مبسوطين. بتصور هذه رح تبقى معي لمدى الحياة. عندي ريتشوال معروف، يعني في شيء بعمله دايما قبل ما أطلع على المسرح، دايما باكل شوكولا مارس، باكل كيس كيتلز، وبشرب واحدة ريد بول ولأخذ الانرجي اللي عايزها. السكر هو اللي بتصور بيخليني ضاين على المسرح، يكون عندي الانرجي الكافية. وأسوأ شيء هو العطل التقني اللي ايام بيصير، ويعني اضرب شيء في يصير هو للبيانو، انه ينتزع شيء بالبيانو يخليني اتعذب انا وعم بأدي الحفلة. صارت مرة بكونسرت بمهرجانات سور، بس الفريق التقني تبعي كان ممتاز، كان عندي بيانوين جاهزين، سو بخلال دقايق طلعوا اكيب كبير على المسرح، شالوا البيانو الاكول موجود، بيانو كبير كان موجود، وحطوا محله بيانو تاني بظرف اقل من 3 دقايق بركي. الفي روح غنيه من كلمات احمد حسن راول، من ألحاني أكيد، ومن توزيع سليمان دميان. صار لي زمان ما عم بعمل أغاني لفنانين لأنه ما كتير بحب أعمل أغاني، بس كانت تجربة بتطي العقل، وإذا بدك تحمست أنه أرجع أعمل أغاني لفنانين. الغنية بعدها لهلأ عم تطلع وتطلع وتطلع، وهون الشكر كبير لكل الفانس تبعوا البلقيس يلي هن اللي عم بينشحوا الغنية. أنا جديد بلشت أروح على المملكة العربية السعودية، وإذا بخبركم أنه التجربة ممتازة، كتير فخور أنه عزفت هالسنة بالعلا، كونسرت كان كتير كتير حلو، وكمان عزفت مع فنانة العرب أحلام بكمان حفلة كتير كتير كبيرة صارت بالرياض، وهلأ قريباً كمان إن شاء الله بشهر 11 يكون كمان بالرياض. سو لكل الجمهور اللي عم يحضرني بالمملكة العربية السعودية بقول لهم أنه كتير قريباً إذا الله راد رح كون معهم. أكيد شيء من بيتهوفن، يعني 5th symphony، يعني أكيد شيء كلاسيكي، أكيد الوالد، أكيد جيل باي. يعني بتعرفي أنا ماني موجود بلبنان، وهذا شوي حسرة، يعني أنه أولادي عم بيكبروا ما عم بقدر شوفهم، كمان لأنه ظروف لبنان وظروف شغلي، يعني أنه بضلني مسافر، فالوقت اللي بكون بلبنان بجرب بكون أحسن باي، جرب أقضي أكثر وقت معهم، حتى وقت ما أكون بلبنان جرب أحكيهم يومياً. عندي صبيان وبنت، وبتصور يعني I'm doing my best لكون أحسن باي في يكون. لسوء الحظ لا، أحلى ويكند معقول أقضيه هو أكيد مع عائلتي أولادي، كبروا هلأ يعني صاروا بيسلوني كتير. بتعرفي واحد دايماً بده يكون مع أصحابه عم بينبسط، هيك كني صاروا مثل أصحابي، خاصة صبيان لأنه كبروا ومسقفين كتير وإذكي ووتي، وقليل أنه يكون في حدا يقدر يسليني. أنا بطبعي بزهق كتير بسرعة وفكر كتير سريع، سو لا يقدر حدا يخليني interested، عم يخليني مهتم بشغلي لأكتر من وقت صغير صعبة، وهن أكتر ناس بيسلوني بحياتي. أنا ما بتصور في رجال مثالي أم مرة مثالية، وبتصور يلي بفتش على المرة المثالية بيكون هو عنده نقص كتير. فأنا بعتبر أنه العالم لازم نتقبلهم كيف ما هني، وإذا نحن
شفنا حالنا انه فينا نتاقلم ام فينا نعيش مع اخطائهم وهن فيهم يعيشوا مع اخطائنا فليكن. بس انه المراه المثاليه، شو المراه المثاليه؟ في انه لازم تكون طويله ام قصيره ام شقره ام سمراء ام، بس انا بعتقد المراه المثاليه هي المراه اللي بتعرف تستوعب وبتعرف تتاقلم وبتعرف اذا بدك تسوق بالطريقه المضبوطه. الموسيقى بتتطور دائما، وانا موسيقتي اللي كنت اعملها وقتها كان عمري 8 سنين ام 10 سنين ام 16 سنه هي مختلفه كثير عن الموسيقى اللي بعملها اليوم. حتى الطريقه اللي كنت اعزف فيها وقت كنت صغير ام حتى بالعشرينات مختلفه. سو انا ما دائما بعتبر انه الفنان هو بمرحله تطور، بالرغم من انه صار لي كثير زمان انا بعزف وبعمل حفلات، بس دائما بحس حالي انه بعدني مبلش وبعدني متشوق وبعدني عطشان وبعدني بتطلع على المستقبل كأني مبلش جديد. فلا اكيد لا، الموسيقى اللي بتصمد مع الزمن هي الموسيقى الشعبية، يعني شعبية قصدي انه يلي الشعب بحبها. وانا بفتخر انه في من موسيقتي كمان بينلعبوا كتير مثل هرام مثل غيرها. جون لينون يعني هو كان اذا بدك من هو وبول مكارتني كانوا يلي خلقوا البيتلز عم كل، وانا بعتبر ميوزيكلي حتى they are geniuses كيف قدروا to create the pop culture اللي نحن بنعرفه وبلش مع البيتلز. يعني لا بسامح بسرعة سنين 30 ثانية كتير 10 minutes 10 دقايق تقريبا فيها تأختار هدية يا ايام بكرة نعم وعندي 3 اولاد شايف حالي انا ما بعتبر شايف حالي بالعكس اللي بيعرفني انه كتير عادي وكيف ما اكون وين ما كان I'm the same person. ان اكون على المسرح ان اكون بانترفيو ام اذا شافوني بالسوبر ماركت ام على الطريق ما بحياتي بتغير. 47 جوزاء حب الطبخ كتير داود باشا كبه بالصينيه هيك قصص بيت يعني بازلا ورز و... بجدة ان شاء الله قريبا جدة رايح لقبل وعازف فيها حفله خاصه ومتحمس كثير. انا بحب اهل جده وعندي كثير اصحاب بجده وان شاء الله انتقبها انه بعد during يعني موسم الرياض كمان اقدر انتقل ودق بجده الحبيبه.